تراب حار. ها هي من جابت لك عرقاتك. ما في شيء ما في شيء مسكينه. جابر في شو صاير معك؟ يا عيني ما في شيء، الدكتور عنده مشوار. خلصنا عاد احكي لي شو اللي صاير. هذا يا ستي الدكتور راح يعطيني سلفة مصاري مشان اوفي ديناتي. طيب الحمد لله. اي الحمد لله. مدفع لابو حسام 3 شهور وبنرحل من الحارة. بنرحل؟ لا اكيد صاير اشي، شو صاير؟ احكي لي بسرعة. ما في شيء. ابو مخداف. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شو ماله هالمرة؟ لك بد شو بده؟ لك انا بدي اكفي شره وبدي اسكر هالباب. بقى الله يخليك افهمي علي. طب شو اللي صاير احكي لي؟ بده ياني اسرق ملفات المرضى من عند الدكتور. عشان ايش؟ مشان ياخذ اسماء وعناوين البنات اللي عاملين اجهاض وياخذ منهم المصاري مشان يضل ساكت وما يخبر اهاليه. يخرب بيته، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اي هي اخر وساخته. ليش البنات بيحطوا عناوينهم؟ مو دائما بيحطوا عناوينهم، نحن بناخذ عناوين البنات اللي بتكون حالتهم خطره، مشان اذا صار عندهم شيء طارئ بالليل بيحاكوا الدكتور بروح لعنده على اساس انه دكتور عادي. عشان اهاليهم. العم في قلبه على الاذى. معتبره شغل مو اذى. وانت شو قلت له؟ اكيد لا، شو قلت له؟ جابر اوعى. ها ولك شو عم تحكي انت؟ مستحيل. لو شو ما عمل وشو ما ساوى وإذا ضايقنا هاي المرة بنروح منخبر الشرطة، على القليل في عنا إشي نحكي عنه. مو معقول يا زلمة، الشر راكب وركب. لا قال جايب لي شيخ كمان مشان يقول لي إنه أنا شغلي عند الدكتور حرام. على أساس يعني يحرم جلده عن عظمه إن شاء الله. لا قال وإذا اقتنعت بيكون كل شيء أنا عم بعمله حلال، لأنه اللي عم يعمله إجهاض كفار. على أساس بيعرف الله. طب جابر هم كل بيعملوا عمليات بنات؟ طيب شو طيب؟ هو بده كم اسم مو كل الاسماء. طب هو شو عرفه اذا كانت الوحده فيهم متجوزه ولا بنت؟ مو كثير صعبه، بياخذ العنوان وبيعرف الاسم. عنده ابو اليمان وابو فياض بيراقبوا البنت وبيجيبوا له خبرها بنفس اليوم. ناكتي بيته على بال مين بتخطر هاي؟ ما بتخطر غير على بال واحد مثله. جابر لو شو ما حكى ولو شو ما عمل ما بتحكي ولا كلمة، منخبر الشرطة وبس. شوف عمي، بتضب اغراضك وبتنقلع انت وهي الحرباية مرتك وبتدفع اجرة 6 شهور اللي عليك، وإلا قسما بالله بساوي ليلك اسود. خير عمي شو في؟ لا تقول عمي، ما فجرت تكون عم واحد مثلك بترافق ابو زين الكلب بياع الفلافل. عمي ابو حسام بس فهمني شو الوضع. ولك حس لي عمي احسن ما بفايدي قسما بالله. منو هذا مفكر حاله ابو زين؟ ولك شافت بياع فلافل؟ ركت مساعد اول بالجيش. علي الحلال اسرائيل بحاله تحسب حسابي كانت، شو مفكر انت؟ يا ابو حسام ولك حس تعطيني. اسرائيل تاسست ب 48 وحدثت النكسه ب 67. انا بسمع الاخبار نشره، ما بضوى علي نشره اخبار. طول نهاري بقضي على المنار وعلى الجزيره. شو مفكر نحن تربينا بالجيش وقت ما كنا اطفال صغار؟ مزبوط. ضبطك واحد تسهل امرك. ايش انت بتفهم تربيه الاطفال؟ روح روح ربي بنتك على الصايعه روح. عم تضحك ايه؟ عم تضحكوا يا بقر؟ لك والله غير تطلع رقاصه هي البنت. يا عمي ابو حسام ما نال 4 شهور، طول بالك. بتضب اغراضك بتاخذ هالحربايه مرتك وهالرقاصه وبتنقلعوا، فهمت؟ ناقصني انا بالبيت دربكات وبدلات رقص، بكفيني هالكرح وسام. يا بي هي ضمن عليك مستقبلك. ابو حسام بده يحكي رقاصه. يا عمي ما بصير ما بصير، لازم تاكلي. يعني انت من امبارح ما اكلتي ولا لقمه. مالي قادره. مالي قادره. بس مالي قادره والله. مالي قادره. طيب بطل حاخذك. يا جماعه تفضلوا يا جماعه. يا جماعه الاكل بكفي. تفضلوا. صح
تفضلي حجة. صحتين وهنا. والله سبقتك مشان تفتحي لي نفسي. بس صدق أكلت قبل شوي. تفضلي حجة. كتر خيرك. إن شاء الله صحة. على قلبك. اوعك يا جابر لو مهما صار معك. لا يا ابو الزين مو جابر يلي بيأذي الناس. لك اخي مو مشان شيء، هذا عم مقداد ما راح يجيك من وراء الا وجع الراس والبهدله وقله القيمه. الفقر هو اللي بيخلي هيك ناس تستوطي حيطك وتدوسك. صدقني يا ابو الزين أنا مالي جبان، أنا مالي جبان منه، بس ما في أصعب منها لما تحس إنه كل شيء بالدنيا واقف بوشك. والله ما بعرف شو بدي أقول لك. أسمعك حب سيدي. صحيح ما قلت لي شو صار معك بقصة المحل؟ رحت اليوم على الصحة، قال بس كم يوم لحتى ادفع المخالفه ويجي دكتور الصحه يقرر انه المحل صار جاهز. تعرف انا فكرت هالشغله شغله فساديه. سالته قال في دوليه سكرت 10 محلات بالمحل. انا كنت مفتكر انه ابو مقداد له يد بالموضوع. وانا كنت مفكر هيك. طلع مظلوم. طول عمره ظالم ما بصير مظلوم. شلونك انت مرتاح؟ ماشي الحال. انا والله راح تجنني. قوم عني. الزواج اخي خلق للغني، شو بدنا بك للهوى؟ طالعت فؤادي على كفه جلطة، أقسم بذات الله جلطة يا رجل. ولك كلمة بكبرها وقول خلاص بدي أفقع معها أبلاقي حالي غير عم أسامع. شو بدك تساوي مع أبو حسام صحيح؟ هذا يا سيدي الدكتور رح يعطيني شوية مصاري دين. بعطي لأبو حسام 3 شهور وبرحل أنا ومرتي وبنتي برات الحارة. ترحل عن الحارة؟ أحسن ما يضل أبو مقداد واقف بخلقتي ونواع بشغلي ما حاسبين حسابها. فهميني شو صاير معك؟ قلت لك ما في شي، خلاص اتركيني لحالي. ما رح اتركك لافهم شبك. فسخت خطبتي منيح؟ ليش؟ هيك لانه واحد كلمه وبكر. طيب حبيبتي روقي روقي واحكي لي ليش فسختي خطبتك؟ قلت لك ما في شي، اطلعي لبرا روحي. شبك يا سلام؟ قلت لك اتركيني لحالي. ما في شي ما في شي. يا عمر يا رب. Ha ha ha!